نعم. هل في ربط ما بين اللي بيحصل ده ما بين القضاة وبين المحاميين بشكل عام كده لو بصينا الموضوع من بره؟ عارف احنا هنا عندهم وجهة نظر وعندهم وجهة نظر، هل في علاقة من بره كده لما نشوف الصورة كاملة ما بين اللي بيحصل ده وما بين الانتخابات خلاص كمان كام أي يوم؟ انتخابات؟ انتخابات إيه؟ مجلس الشعب ومجلس الشورى في مين اللي طرح القانون؟ ها؟ كويس، مين اللي طرح القانون في الوقت ده؟ يعني قصدي مثلا ما اتفتحش الموضوع ده ليه مثلا من شهرين؟ طب ده ما سؤال اتفتحش توجهه ليه مثلا للمحامين حضرتك ولا مثلا؟ توجهه للقضاة؟ مين يعني اللي طرح ده الموضوع؟ بالإضافة إلى إنه هو يعني أنا قريت على فكرة في الجرايد حضرتك من يعني من كام يوم كنت في الأخبار هنا إن المجلس العسكري اللي هو المفروض بيقرر كل حاجة لم يعرض عليه لم القانون. يعرض لسه عليه. جميل. يعني أساسا رب البيت اللي هو المفروض بياخد قراراتنا في كل حاجة تقريبا والمسؤول عننا تقريبا في كل حاجة، يعني لسه ما اتعرضش أساسا عليه وما خدناش قرار يا جماعة. هو مشروع طب قانون. اللي بيحصل ده والشعلالة من الطرفين مع احترامنا لا ما تقولش للاثنين الطرفين، لأنه في الوقت ده بالذات ليه؟ طيب ده سؤال يسأل فيه السادة القضاة، هل في الوقت ده للضغط على الدولة والحكومة والمجلس العسكري لانتزاع مكاسب قبل الانتخابات علشان يوافقوا على الإشراف على الانتخابات؟ ده سؤال ما يوجهش للمحامين، لكن ما يوجه للمحامين إنه لا يمكن ينزل قانون بيمس مهنتك والمفروض ان انت تقول والله انا هقعد اتفرج، علشان يعني ما طرح الموضوع الان هو المحامي، هو القضاه، المحامين بيناقشوا ما يخصهم في هذا الموضوع وما يخص منظومه العداله. انا كمحاميه الماده 18 بالنسبه لي اولويه بالتاكيد، لكن في الحقيقه انا بنظر ما هو ابعد، لانه بنظر لمصلحه المتقاضي. انا لما اقعد قدام وكيل نيابه واطلب ان انا عايزه قاضي تحقيق في هذه القضيه فيقول لي انا قاضي تحقيق، يبقى حضرته وكيل نيابه محتاج يرجع يذاكر كليه الحقوق تاني، لانه لما يبقى مش فاهم الفرق بين وكيل النيابه وقاضي التحقيق ده يضر مصلحه المتقاضين. فاحنا في طرف بالتاكيد الماده 18 بالنسبه له هي الاولويه الاولى، نسميها بقى مصلحه انتخابيه او غير انتخابيه، هي قضيه مهنيه بالدرجه الاولى. وفي القطاع الاكبر من المحامين في الحقيقه معني بالعداله، معني ان اكون محامي كفء قدام وكيل نيابه وقاضي كفء، لانه احنا هنا هنبقى قدام مباراه فكريه لمصلحه الناس، وليس محامي ضعيف قدام وكيل نيابه او قاضي ضعيف. والحقيقه احنا عندنا قضاء نشرف بيهم، يعني كتير جدا بنشوفهم نبقى شعرين بالفخر، لانه انا لما ببقى واقفه قدام قاضي ويناقشني في المذكره اللي انا مقدمها او في المرافعه اللي انا بقولها، هو بيجبرني ان اعود لمذاكره اوراقي تاني، وده من مصلحه الناس. طيب. ففي الحقيقة مش احنا اللي طرحنا الموضوع، لكن في أي لحظة هنشعر فيها كمحامين انه ميزان العدالة بيهتز في مصر، انا اعتقد ان مش هنسكت. هل جاري أي محاولات لحل الأزمة؟ وهل المحاكم هتتفتح؟ المحامين ايه اللي هيرضيهم وعايزين ايه؟ كل ده يهمنا لان كلنا مصلحتنا واحدة. هو في مطالب انه هذا القانون برمته يرجع لما يجي برلمان منتخب، فيبقى عندنا يعني اريحيه في المناقشه، بقى في جلسات استماع وبقى في اليات برلمانيه اريحيه في المناقشه، لان احنا بنسال السؤال اللي حضرتك سالته، ليه؟ ايه الداعي للعجل؟ ايه المشكله دلوقتي؟ الحاجه الثانيه انه سياده المستشار في الفقره السابقه قال انه كتير من المحامين ما بيشتغلوش وهم بيجيبوا المحامين اللي ما بيشتغلوش، في الحقيقه لا، يعني بيقول المحامين لا، اللي واقف في المحاكم واللي بيشتغل بيشتغل بره، لا فرقه معاه مهنه المحاماه ولا فرقه، وواخد الكارنيه بس عشان التامين الصحي، يعني هو عيب علينا حتى مش عيب على المحاكم. انما اللي واقف ومنفعل مش بس عشان الانتخابات، عشان احنا موجودين في المحاكم، علشان انا لما ابقى داخله بدءا من المعامله انه ما يبقاش في اسانسير للمحامين وابقى مضطره ان انا اتحشر ساعتين، والقاضي وكيل النيابه ليهم اسانسير لوحدهم، دي معامله لا تليق. ولما يجي حد يقولك اصل انا عندي الجلسه، لا حضرتك لو انا اتاخرت انت هتشطب الجلسه، يعني لو انا وقفت في الطابور ده وتاخرت عن جلستي، لو حضرتك اتاخرت، وده اللي بيحصل نادرا ما بقت جلسه في مصر بتتفتح الساعه 9، بتتفتح اغلبها في 9 و10 و11، لكن لو انا رحت 9 وربع والقاضي ملتزم وبدا 9 يشطب لي جلستي، لا المساواه مطلوبه في كل حاجه، ودي قضيتي وقضيه الموكل بتاعي، واضطر اخد اجراءات تاني تاخد مني شهرين او ثلاثه عشان ارجعها في القيد تاني. يعني هنا
بدءا من العلاقات البسيطة واستخدام الأولي للبنية التحتية للمحاكم مفيش عدالة لحد ما هيوصل للمرحلة ان انت لما محامي شكله ما يعجبكش هتسجنه وتقول اصله عمل لك شغب في الجلسات ده كده بقى يعني هو ما قالش ما قالش ان هو هيسجن الماده دي بتقول الماده ان هو يسجن لا ان هو هيتحول للماده دي بتقول اذا تم اثبات ان هو فعلا كان سبب من اسباب الخلل داخل المحكمه ده حكم ده مش حكمه هو ده بعد كده بعد طب انا بقول لك احنا عندنا تجربه حقيقه تجربه حصلت انتصر فيها القضاه لوكيل تجارب كتير برضه فهم لمحامين فيهم مشاكل كتير جدا ما احنا كمان ما نوقفش عند تجربة واحدة او عند خطأ واحد عشان كده لا ده ما كانش خطأ واحد يعني في حاجات كتيرة بس انا بقول لحضرتك يعني في مشكلة في المهنية اصبحت عند الطرفين ماشي مشاكل لازم تتحل المشكلة المهنية عاملة مشاحنات ما يحدث هو نتيجة لاشياء متراكمة محتاجين نناقشها عشان كده بقول ايه الحل اننا ناخد هذا القانون الى مجلس شعب منتخب وبالتالي نناقش كل الاشياء احنا عندنا مشاكل محامين بالتاكيد كل حاجة. في النيابات وفي القضاء مشاكل بالتاكيد أكيد. طب ايه العجله بقى مفيش اي مبرر للعجل طب احنا خلينا بالاحكام ما يحدث لو في تجاوزات احنا المحامين لا نقبلها واول ناس بنحاسب عليها من المحامين والحاجه الثانيه قانون المرافعات ما هو في جرائم الجلسات يا جماعه وفي حاجات قد كده تقدر توقفي اي حد عن اي تجاوز انا معاكي حضرتك بدون قطع كلامك معاكي ان هو ممكن ان احنا نتاجل زي ما حضرتك بتقولي فين في الموضوع ده لغايه لما يجي لنا مجلس الشعب انما خلي بالك ان احنا دلوقتي في محاكمات مصيريه دلوقتي بتحصل من النظام السابق والشعب كله مستني كويس القانون يعني ده ملوش علاقه بالمحاكمات لا ما هو المشكله ان هو بيحصل لهم في الجلسات حاجات بتخليهم ان هم يقولوا الـ 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 الاقتراحات اللي قالوها دي اقتراحات مش عايز اقول انها قانون لا انا عشان كده بقول للحضرتك لا يجب ولا يصح اننا نعمل قوانين مبنيه على الانفعال لو احنا اتكلمنا على اننا عندنا مشاكل في المحاكم احنا عندنا مشاكل في الامن في مصر كلها فهل هنطلع قانون؟ معنى كده يعني ان احنا نوقف طب المحاكمات اللي احنا كلنا مستنيينها دلوقتي؟ لا ما بنوقفش المحاكمات نأمن المحاكمات نأمنها ازاي؟ ده مش الحل يعني لو انا بقابل مشاكل في الشارع وكل المصريين بيقابلوا مشاكل نعمل قانون دلوقتي حالا يتيح لكل المدنيين في مصر حمل السلاح يعني انا واحدة برجع من مكتبي كل يوم الساعة 11 بالليل طبعا لا مش كده؟ هل ولا ولا دكتوره بترجع من عيادتها 11 12 بالليل لا بس اقدر اعالج الانفلات الامني واقدر اعالج ده اللي بنقول عشان كده لو انا عندي مشاكل في المحاكم احنا نعالج هذا المشاكل ونعمل ترتيب اولويات ونراجع الامن لو احنا انت كان عندنا واحد من لو وزير حضرتك قاضيه دلوقتي وقاعده على الكرسي بتاع القضاء وواحد من بيقول ان هو محامي وهو مش محامي ها ولا معاك كارنيه زي ما حضراتكم بتقولوا انتوا الاثنين انه بيبقى معاك كارنيه بس عشان بس ما بيمارس وراح اعتدى على القاضي اللي قاعد بيتكلم في جلسه بيحكم على رئيس سابق حسني مبارك ما حصلش يعني لا انا بفترض انا هقول لحضرتك بلاش اول ثلاث جلسات انا هقول لحضرتك على المثل ما حصلش ده خالص في جلسات محاكمه مبارك اول ثلاث جلسات كان في درجه من درجات التزاحم علشان الاستعراض محامين صغيرين ومحتاجين يبوظوا يطلعوا في التلفزيون وحاجات زي كده تمام. ايه اللي حصل اجتمع المحامين وعملوا لجنه نظام وبقت في مجموعه واقفه ما بتدخلش الا المحامين المتفق عليهم عايز اقول لحضرتك انا شخصيا في مكتبي عندي 23 متهم ما حضرتش ولا جلسه لان توافقنا كمحامين على انه في عدد هيبقى لجنة الدفاع من بعد منها ما سمعتش عن أي تشح يا جماعة اللي حصل لأنه كان في كاميرات وكان في نقل ودي ظاهرة جديدة يعني أنا ضد منع النقل من بعد ما الإعلام خلاص ما بقاش ينقل فيك برضو جلسات تانية سمعنا فيها وشفنا فيها المشاكل نقعد نناقش إزاي نحمي أمنيا وننسق مش اننا نطلع قانون انفعالي طب استاذه ناهد بس هنقعد وهنناقش يعني هتقعدوا وهتناقشوا هتحلوا الازمه طبعا مش هتسيبوها كده طبعا أكيد. احنا ما نعرفش نشتغل من غير القضاء ولا هم يعرفوا يشتغلوا اكيد واحنا ما نقدرش نستغنى عنكم ولا عن القضاء احنا كان لازم يبقى حضرتك المستشار قاعد معانا في القعده ده انا كان يسعد الحلقات جايه بس لا يشرفينا شهيد انا راك سعيد على فكره واحنا في الفاصل ما بين الفقره دي والفقره دي سلموا على بعض طبعاً. يعني حب رهيب انا عايز اقول لك انت لو شفت اتنين محامين في المحكمه احيانا الموكلين يزعلوا اننا بنسلم على بعد بره حاضر استاذه ناهد ابو القنصان رئيس المركز المصري لحقوق المراه بشكر حضرتك على وجودك معانا واتمنى حل الازمه واتمنى ان الابتسامه الجميله دي نشوفها بقى في المحكمه بعد ما تتفتح ده على طول ان شاء الله ده احنا على طول كده ان شاء الله ميرسي يا فندم شكرا يا فندم
طبعا يعني مشاكل القضاء ومشاكل المحامين ومشاكل الأمناء الشرطة، وطبعا من ضمن الحاجات دي برضو مشاكل الكرة المصرية. الزمالك امبارح اتعادل. طيب الفقرة الجاية بقى فقرة خاصة بالرياضة مع زميلتي سارة وضيفها، هنتكلم عن اللي بيحصل في الكرة المصرية.